بدعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية حول المسالحة، وأيضا دعم العمل الحكومي من خلال التركيز والتنسيس ودعم مجهود الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي نعتبر أنها ضرورية وستمكننا بحول الله من النجاح. بعدما تتم المصالحة طبعا تنطلق للبناء والعمل بكل جهودها وبكل طاقاتها، تحرير الطاقات. نعتقد أنه بفضل التعاون والاتصالات مع الأحزاب الصديقة الآن القانون له خطوات كبيرة بأن شاء الله يمر، وهذا يخص رجال العمل ولكن أيضا القضاة، الأمنيين، الموظفين، كل تونسي اللي بصفة مباشرة ولا غير مباشرة انتفع. وهذا احنا مشينا في مسار بتاع مد يد إلى هذو المستثمرين وهذو الإطارات اللي اليوم ينجموا يعاودوا يرجعوا. لابد أن ندعم هذا القانون وأن نتصدى إلى عملية الشيطنة التي تجرى حاليا. ثم الناس يقول لك راهو مش ينزلوا الشارع إذا تعدى القانون. يظل يخلينا عامين عامين كاملين باش نفسحوا المجال ونعطيه الفرصة ليكون فما حوار واسع في الإعلام، في المجتمع المدني، في الأحزاب السياسية، في المجلس، وما حبيناش نمر بقوة. وبالتالي فإنه إذا نحبوا الرسخ الديمقراطية فإن الأحزاب اللي هي عندها أقلية في البرلمان يجب عليها أن تذعن لقرار الأغلبية. أرى في رئيس الجمهورية ما عندنا حتى مشكلة، هي الحقيقة والكرامة. ما نمشيش عدالة انتقالية على رأسها سهام بن زيد، أنها هي في الحقيقة الخصم والحكم.